صبحكم الله بالخير. اليوم التاريخ 26/2. شوفوا هالطريقة ذي يا أخوان، حنا نطبقها الحين. نحطه تحته بلاستيك مشمع على مقر حق البيوت المحمية، هم نغطين رشوا ما خلال 7 أيام 8 أيام 10 أيام كله تلقى مزرع. هذا تلقى العيون بدأت تزرع ذي، شفتوها كله. هذا في بوصة، في نص بوصة، في 3/4، في بوصة وشوي، كلها شفتوها. نغطيها ونحط الماء عليها، نرشها كذا شوي، نعطيها نسبة الرطوبة عالية. بعد 10 أيام نطلعها ونزرعها في الأرض على طول. شفتوها نزرعها في الأرض، هذه تصير أسرع. شوفوا جتها الحين نسبة الرطوبة نبتت على طول. هذه هي شفتوا، يلا سكروا سكروا. شفتوا نحكم تسكيره كويس إنه ما يدخل الهواء ويصير نسبة الرطوبة جيدة عليه، وتكون جيدة عليه مرة. خلاص خلال يمكن 10 أيام نكشف عليه، تلاحظونه كله زرع والتكامل. اليوم 26 يوم الجمعة في مشروع العبيد الزراعي. شوفوا هذه العقل، يمكن بوصة، بوصة ربع، بوصة ونص، في بوصتين حطيناهن. سكر سكروا. هذا واحد الكوم الأول، هذا هو غطينا. هذا الكوم الأول شوفوا غطينا، خلاص كتمناه. نعطيه يمكن 6 أيام 8 أيام، لأن الوقت هذا خلاص يصير قريب للتزريع. وهذا الكوم الثاني شفتوه، خلاص سكرنا. هذا نعطيه سبحان الله عظيم نسبة الرطوبة، وإن شاء الله ما تشوف في 10 أيام نوريكم النتائج إن شاء الله في مشروع العبيد الزراعي. هذا واحد قفلناه نهائي، والثاني هذا هو. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ادعونا اليوم هالجمعة المباركة، عسى الله يطرح لكم البركة كل من زرع. أخوكم بسلي.